عقوبات على المخالفين، لان برضو الوقت الازمه دوت للاسف الشديد هناك البعض اللي بيحاول ان هو يبني ارباح وثروات منها. احنا محتاجين نتكاتف ونتعاون علشان نقدر نعدي الازمه ديت بنجاح. المؤشرات بالنسبه للامن الناس ممكن تطمن امتى ان الاسعار استقرت ومش هتزيد؟ هو اهم حاجه بالنسبه للمواطن هو السلع الغذائيه والسلع الاساسيه، وده يمكن الدوله بتوفرها وبتحاول ان هي تدريجيا عن طريق مجموعه من المبادرات ان هي تحافظ على استقرار هذه الاسعار وان ما يحصلش فيها نوع من انواع الارتفاع. باذن الله مع زياده انتاج، مع العمل على الرقابه بشكل كبير على السوق، التعاون اللي احنا شايفينه مع مؤسسات الدوله ان شاء الله تدريجيا يحصل فيها نوع من انواع الدرجه، لان هي دي اهم سلع بالنسبه صحيح. للدوله واهم سلع بالنسبه للناس. لكن السلع بالظبط، لكن السلع الكماليه او الترفيهيه دي مرتبطه برفاهيه المواطن وتدخله، لكن كلنا سواء غني او فقير اهم حاجه عندنا الاكل والسلع الغذائيه، فبالتالي الدوله يعني يمكن بتقوم بدور مهم جدا في توفير وتامين احتياجات المواطن من السلع الغذائيه، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون فيها نوع من انواع التراجع، لان احنا ابتدينا نشوف على السوق العالمي ان حصل بدا التراجع فعلا في السوق العالمي. بالظبط، فبالتالي نتمنى احنا دلوقتي يا دكتور احنا دلوقتي كمجتمع وكافراد محتاجين كلنا الترشيد فعلا. عملية الترشيد اقتصاديا هي المفروض ان يكون اسلوب حياة، يعني بمعنى ان عملية صحيح. الترشيد دي بعيدا عن ان هناك ازمة او عدم وجود ازمة، المفروض ان المواطن والمستهلك هو مستهلك رشيد في حد ذاته، وده يعني امر يعني مفروغ منه، لكن مع الازمات المفروض ان المواطن والمستهلك بشكل كبير يبتدي يرتب اولوياته ويبتدي يرتب اولويات الانفاق بالنسبة له. لكن فكرة ان يكون في نوع من انواع الهدر او عمليه استخدام وسائل ترفيهيه او الانفاق على اوجه مرتبطه بالسلع الكماليه وخلافه من هذه الامور، اكيد مع الازمات بيتم ترتيب الاولويات، واحنا يمكن بنشوف المواطن في اوروبا والمواطن في الولايات المتحده الامريكيه ابتدى ان هو يعيد حساباته مره اخرى، وده المفروض ان هو مواطن متوسطات الدخول بتاعته مرتفع. أضعاف متوسطات صحيح. الدخول بالنسبة للدولة المصرية والاقتصادات الناشئة، فمن باب أولى إن إحنا عندنا في مصر يكون المستهلك بيعيد مرة أخرى ترتيب أولوياته، ونبتدي إن إحنا نشوف فعلا نوع من أنواع الرشادة، لأن إحنا برضه بيعيش أزمة أصعب مميزاتها هو وجود حالة ضبابية وحالة من حالات مفيش حد يقدر يتوقع. فمن يعني المؤسسات الدولية حتى التقارير بتاعتها ما بتبقاش قادره ان هي تتوقع بشكل واضح هو الامور ممكن توصل ازاي، لان حضرتك يمكن تفضلت وقلت عن الجزء المتعلق بالازمه وازاي ان في تحرك من جانب روسيا وتحرك من جانب الغرب، وبالتالي ده كمان بيحط لنا سيناريوهات قد تكون متشائمه بعض الشيء على صحيح. مستوى الازمه واللي اكيد بتنعكس على الجانب الاقتصادي. دكتور علي الادريسي انا شاكر ليك. أنا بتشكر جدا لحضرتك، شكرا جدا. الحقيقة الترشيد ما عادش رفاهية، الترشيد